أشرف والي ولاية سيدي بلعباس صبيحة أمس الأربعاء 16 أكتوبر الجاري على افتتاح فعاليات اليوم العالمي للتغذية المصادف ل 16 أكتوبر من كل سنة، والمنظم من طرف الغرفة الفلاحية لولاية سيدي بلعباس تحت شعار لا تتركوا أي أحد خلف الركب، إنتاج أفضل، تغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، وهذا على مستوى غرفة الفلاحة ببلدية سيدي بلعباس. Je vous ai demandé quelqu'un des remotes d'audience, on a fait un local. Yes, il veut. Yes, il veut. On a déjà des remotes d'audience, un local, mais là, il est. Je suis d'abord à partir, parce que de chronique, le local, qui est-ce que tu as fait le local? حيث قام السيد الوالي بزيارة المعرض المقام بالمناسبة، والذي شارك فيه حوالي 40 عارضا من الفلاحين ومنتجي المواد الغذائية الاستهلاكية المختلفة ومربي المواشي. وفي سياق تدخله عبر أجنحة المعرض أكد بأنه يشجع الاستثمار الفلاحي ويحرص على كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات المتاحة للفلاحين وكذا المؤسسة المختصة في التحويل الغذائي. أنا نكون عندنا في يدي على أنا بخلق لا، ولكن هذه يعني هدرت مع المدير مرة اللي فاتت في الإرشاد الفلاحي. الصلاة والسلام على رسول الله الحاج بخالد رئيس غرفة الفلاحة. هو اليوم عندنا نهار مبارك في يوم التغذية تاع الوطنية، الغرفة تاع الفلاحة وجدت إن شاء الله قائمة بدور تاعها. عندنا درنا عندي صالون اللي جمعنا فيه كاع الفلاحة كاع المربيين كاع حنايا، نقولوا بلي هذا النهار نهار زين ونتمنى الله تعالى يفيدنا بالمطر تاعه. حنا من هذا المنبر إن شاء الله كما راه واقف معنا سيد رئيس الجمهورية سعد المجيد تبون، وطلب منا باش نطلعوا الانتاج تاعنا في الفلاحه كما هذا العام ولايه تاع سيدي بلعباس اللي هي معروفه بالانتاج تاعها. درنا حوالي 900,000 قنطار اللي دخلناها كوريكتي، وحنا نتمناو باش نلحقوا 3 ملايين قنطار هنا في هذه الولايه تاع بلعباس. نطلبوا شويه بارك الله تعالى يغيثنا بالمطر والكمال على يد الخدام على يد الفلاحه، ونطلبوا ثاني الله تعالى باش الدوله يزيد دعمنا اكثر في الاسمده لانجري في الفلاحه، ماذا بينا في السموس تاع القمح الزراعه الفارينه جا شويه كاين بعد من الفلاحه قال لك شويه غالي، مي على كل حال مليح. حنا نطلبوا غير الزريعه تكون مليحه تكون في المستوى، والفلاحه معزين على